السلام عليكم ورحمة الله. لا بعد عقب الهجمة الشرسة اللي تعرضنا لها في مدينة الدار البيضاء البارح، تفاجئنا هما اللي قبيل في مطار العيون المحتلة. عقب ان تخطى الوفد، تسليت انا وصديق الاستاذ رفيق الحافظ الناصري، انهالت لنا القوات لجهال الشرطه زي مدني في بيت صغير. طرحوا لنا شي من الاسئله، وربما احنا جاوبنا بتصعيد، وانهال علينا بالضرب وبالسب وبالشتم وبالركل. وهذا هما اللي ما شي خسر شي شوي، راه خشمي اذا هو والو، وعيني هما اللي هي هما اللي غير بعد اللباس، شي ما باش شي خسر شي. الله.